تمام، معانا تليفون مهم يا ساره، خدي التليفون كده شوفي مين على التليفون. الو. لا على صوت شويه يا ساره. الو الو يعني ايوه مين؟ كابتن ساره طلعت معاكي. ايوه ساره. معانا كابتن مريم متولي نجمه من نجوم النادي الاهلي. يلا ساره اتفضلي. ازيك يا ميتو؟ مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. الف مبروك يا ميتو، عملتي بطوله هايله. انا عارفه ان انت كنتي مصابه وكان عندك كتفك كان وجعك ورجلك كانت وجعاكي وربنا كرمك يا ميتو وعملتي بطوله هايله، لعبتي ماتش كويس جدا النهارده والماتش بتاع الانابيب الكيني لعبتي ماتش كويس جدا، مبروك يا ميتو. حاجه مش جديده عليكي انك تلعبي بالاداء ده وبالمهاره دي، ربنا يكرمك يا ميتو وان شاء الله تحصدي بطولات اكتر مع النادي الاهلي وتاخدي القاب شخصيه باذن الله. يا رب يا ساسه حبيبتي، انا ليا الشرف اني لعبت معاكي والله، انتي وانتي التاني، انتوا الاثنين والله العظيم معلمتوني كتير قوي، وانا بجد بشكركم والله، وكان نفسي العب معاكم اكتر من كده، انتوا يعني اخواتي الكبار والله العظيم. مريم مريم انا عايزه اقول لك ما لحقتيش كيكو يا مريم، ما كانش ليكي نفس تلعبي معايا؟ ميتو بقول لك يا ميتو هنطلع كابتن يسرا عبد الكريم معانا، ما لحقتيش كابتن يسرا؟ كابتن كيكو، ما انا قلت لك لسه العب معاها بس ما لحقتش. ميتو بقول لك يا ميتو هتطلعي بترول امتى؟ مش سامعه؟ هتطلعي بترول امتى؟ كان نفسي والله النهارده بس ما لحقتش. ميتو من الناس المميزين جدا في الضرب السريع، دايما يعني كنت بلعب معاها كانت بحبها تضرب الكوره يعني اكنها بتطلع بترول من الارض، فكل ما اشوفها اقول لها هتطلعي بترول امتى؟ فربنا يوفقك يا ميتو ويكرمك يا رب باذن الله. كابتن مريم متولي بقى الف مليون مبروك ليكي، يبقى بارك لك ما شاء الله اداء وقوه وحائط صد عظيم، بس قولي لي النهارده الضرب السريع اخباره ايه؟ كان ضرب سريع ما شاء الله عليه. الحمد لله النهارده الاستقبال كان يعني كويس الحمد لله، وقدرت ان انا اشوط، ما شوطتش كتير زي الماتش اللي فات بس الحمد لله يعني كان الاطراف مخلصين يعني الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كسبنا. طب عايزك تقولي كلمه للجماهير العظيمه اللي وقفت ورا فرقتها النهارده، البطوله العربيه تاثرتوا تماما بغياب الجمهور، لكن النهارده الجماهير قافله الصاله وعماله تشجع بنات الذهب بنات الطايره. طبعا انا بشكرهم جدا، احنا كنا طالبين من مجلس الاداره ان الجماهير تزيد والحمد لله هم حققوا لنا ده، والحمد لله انا بشكر الجماهير كلهم ان هم تعبوا، احنا شفناهم من الصبح بدري واحنا رايحين التمرين بتاع الصبح وهم واقفين على باب النادي، انا بشكرهم قوي على تعبهم ده، والحمد لله ان احنا قدرنا نروحهم فرحانين. امتى يا مريم حسيتي ان البطوله داخله على النادي الاهلي او متواجده في القلعه الحمراء؟ لما الحمد لله كسبنا الجيم الثاني وتعادلنا 1-1 حسيت ان خلاص احنا شدت الماتش راحت والتوتر راح وان شاء الله نلعب لعبتنا. كابتن مريم متولي الف مليون مبروك ليكي ولا نجمات الذهب.